السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة من اجمل واحسن الوصفات. وصفتنا النهاردة وصفة سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت كمان هتنزل معانا كل الدهون العنيدة اللي بقالنا سنين ومش عارفين ننزلها. لا ان شاء الله هنجرب مع بعض وصفة كويسة جدا. الوصفة دي هتكون مدمرة، هتدمر معاك السمنة، هتدمر معاك كل الدهون العنيدة. ان شاء الله هنجربها خلال 3 ايام بس هتبان معانا النتيجة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط لايكات كتير للفيديو، وصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات وشيروه علشان ان شاء الله بنات كتير تستفاد من وصفتنا النهارده. ويلا بينا، ويا ريت كمان لو لسه ما اشتركتوش في القناه يشرفنا طبعا اشتراككم في القناه وفعلوا الجرس ان شاء الله علشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا بينا نشوف وصفتنا النهارده عباره عن ايه. مبدئيا يعني كده يا جماعه، انا معايا في الوصفه بتاعت النهارده هنعمل النهارده زي ما قلت لكم كوبايه مدمره للدهون، يعني هتنسف معاك كل الدهون العنيده اللي ما بتنزلش ومتراكمه بقالها سنين. احلى ما في الوصفه كمان يا بنات ان هي مش بتخلي الدهون تتراكم مره ثانيه ابدا. طيب هنستخدم في وصفتنا النهارده ايه؟ هنستخدم زي ما انتم شايفين كده معايا الزنجبيل. هناخد طبعا قطعه صغيره كده اهوت من الزنجبيل اهو، يعني حته صغيره خالص كده. هناخد قطعة يعني زي دي كده تمام. نحاول بس ايه نقشر ونشيل كل القشر اللي فيه. طبعا يا جماعة كلتنا عارفين ان الزنجبيل يعني هو يعتبر غني عن التعريف، الزنجبيل يعتبر اول حاجة مدمرة للدهون، علشان كده دايما بنقول يا جماعة الزنجبيل بنستخدمه في كل وصفاتنا. ده كده يا جماعه قطعه الزنجبيل اللي احنا ان شاء الله هنبشرها. ده كده يا جماعه اول مكون معانا الزنجبيل، طبعا بشرناه بقى بالشكل اللي معانا ده. وطبعا هنشوف معانا تاني مكون. تاني مكون معانا طبعا الليمون، زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الليمون اللي احنا ان شاء الله او الحامض هنستخدمه في الوصفه بتاعتنا النهارده. انا مش هستخدم الليمونه كامله، لا انا النهارده في الوصفه بتاعتي هاخد القشر بتاعها بس تمام. عايزاكم تتابعوا معايا الوصفه وتشوفوها بتركيز علشان تجيب معاكم نتيجه كويسه، علشان اهم ما انتم تعرفوا مكونات الوصفه لا اعرفهم ازاي بتتاخد او بتتعمل او الطريقه الصحيحه ليها. طيب دلوقتي هنجيب المبشره بتاعتنا نميل ده على جنب كده، وهنبدا ان احنا ناخد القشر بتاع الليمون بس. ده كده يا جماعه القشر الليمون زي ما انتم شايفينه بشرناه بالشكل ده كده، وده طبعا اللي احنا ان شاء الله هنستخدمه في وصفتنا النهارده. يبقى احنا معانا الزنجبيل اهو ومعانا بشر الليمون تمام. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ طبعا هنغليهم على النار، هنجيب اي كسروله كده ولا اي حاجه ان شاء الله هنغلي فيها، وهننزل الاول الزنجبيل عندي كده معايا قشر الليمون. بعد كده هننزل عليهم بكوبايه كبيره من الميه زي ما انتم شايفين كده، ده يا جماعه مقدار كوبايتين ميه. بعد كده هنحطهم يغلم على نار هاديه خالص لمدة 10 دقايق، وبعد كده ان شاء الله نرجع لكم تاني. اهم حاجة يا جماعة هنغطي الوصفة بتاعتنا. ده كده يا جماعة الوصفة جهزت معي طبعا بعد ما غلناها على النار وقعدت 10 دقايق زي ما انت شايفين. اهم حاجة نغطي الوصفة لغاية ما تبرد معنا خالص. يمكن انا دلوقتي جايبة الوصفة علشان بس يعني اوريها لكم وكده، تحس ان البخار لسه طالع، البخار دوت انا مش عايزاه يعني يظهر خالص. نفضل مغطيين عليه لغاية البخار ما يطلع على الغطا
ويرجع ينزل في قلب الوصفة تاني، لان ده طبعا بيبقى فيه فايدة كويسة جدا. هنبدأ ان احنا بقى بصف الوصفة اهي بالشكل ده كده. ده كده يا جماعه صفينا الوصفه اهي. طبعا اتبقى معايا حوالي كوبايه، هسيبها برده لما تبرد، وبعد كده هنحتفظ بها في الثلاجه، وعند ما نيجي نخرجها وناخدها مره تانيه هنرجع ان احنا ان شاء الله ندفيها، لان المهم ان احنا ناخد الوصفه ديت وهي دافيه. طبعا لسه في مكون هنحطه. ده كده جهزت اهي زي ما انتم شايفين، شايفين اللون بتاعها عامل ازاي، دليل على ان قشر الليمون كل الفايده اللي فيها نزلت في قلب الوصفه معايا. طيب المكون اللي بعد كده يا جماعه طبعا القهوه او نسكافيه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. هنبدا ان احنا ناخد معلقه منه اهو بالشكل ده كده، وهنبدا ان احنا مع الكوباية جهزت معايا بقت بالشكل ده كده. طيب هناخدها امتى؟ ده ان شاء الله هناخدها مرة واحدة بس في اليوم. ده طبعا يا جماعة بالنسبة للناس اللي هي عندها سنة هتقدر ان احنا ان شاء الله ناخدها، او الناس برضو اللي بتشتكي من منطقة البطن او الكرش ان هي مثلا سمينة او كبيرة شوية ولا كده، هناخدها مرة واحدة ان شاء الله على الريق، هتبقى كويسة جدا وممتازة. ده باذن الله لو خدناها كل يوم مرة واحدة بس على الريق هتفتت معانا كل الدهون العنيدة وهتسيحها بمعنى اصح، هتسد معاك الشهية، مش هتخليكي تاكلي بكميات كبيرة. ده احسن وصفة ممكن تجربيها خلال 3 ايام بس، باذن الله هتلاقي فيه نتيجة كويسة جدا. ان شاء الله هتاخدها لمدة 3 ايام باذن الله، هتبان معاك في فرق كبير جدا. بس اهم حاجة انا عايزاكي توزني نفسك قبل الوصفة وبعد الوصفة، ونحافظ يا جماعة الناس اللي بتتعشى يا ريت العشاء بتاعها بس يكون خفيف، حاجات بسيطة جدا، نمنع النشويات، نمنع السكريات، هنبص نلاقي جسمنا اتظبط بطريقة كويسة جدا جدا. تمام، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ان شاء الله متنسوش تحطوا لايكات كتير للفيديو وشيروا الوصفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.